مرحبا طلاب الصف الـ 11، معكم مس هنادي شاهين. بدي بلش محور جديد بعلم الاجتماع. هذا المحور عنوانه محور التفاوت الاجتماعي والحراك الاجتماعي. هذا مؤلف من 4 فصول. الفصل الأول عنوانه التفاوت والتدرج الاجتماعي. شو هو مفهوم التفاوت؟ التفاوت هو الاختلاف بين أفراد المجتمع في مختلف أوضاعهم، سواء كانت الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. هذا التفاوت كان اختلف عبر السنوات ومرور الزمن. والتدرج بأنظمة التفاوت كانت مختلفة. يعني إذا بدنا نبلش بشكل التفاوت قديماً، كان النظام قائم على ما يسمى بنظام الطائفة المغلق. نظام الطائفة المغلق معياره الأساسي هو رجال الدين، يعني رجال الدين هن كانوا المرتبة الأولى بهذا النوع من الأنظمة. الثروة ليس لها علاقة بالتصنيف الطبقات الاجتماعية بهذا النظام، وطبقات المجتمع كانت تنقسم لرجال الدين، الملك، الفلاحون والعمال والعبيد. من صفات هذا النظام أنه الزواج يتم داخل الطبقة الواحدة، يعني ممنوع الملك وأفراد عائلته أو الطبقة اللي بتنتمي للملوكية أنه تتزوج من خارج هذه الطبقة. طبيعي ممنوع العبيد يتزوجوا من طبقة الملوك أو رجال الدين. فإذا نحن هون فينا نقول أنه ما في حراك بين الطبقات الاجتماعية. ننتقل بالتدرج الأنظمي للنظام الثاني اللي هو النظام العبودي. النظام العبودي هو قد ما الإنسان بيملك عدد كبير من العبيد ملكية تامة، فبكون هو صاحب الثروة والثراء بالمجتمع. فنحن بهذا النظام فينا نقول أنه طبقات المجتمع مقسومة لطبقتين، هن طبقة الأحرار والعبيد، وبالتالي لا العبد في يصير حر ولا الحر في يصير عبد. والملكية الأفراد هون تعتبر ملكية قانونية، يعني العبد هو مملوك لسيده ملكية قانونية بالقانون، وهو أدنى مرتبة من السيد الحر، ولا يتمتع بأي حقوق سياسية واقتصادية ومدنية، وبالتالي هذا النظام ما في حراك اجتماعي. ننتقل للنظام الثالث اللي هو النظام الإقطاعي. النظام الإقطاعي أساسه وأساس الثروة فيه هو عدد أو حجم أو مساحة ملكية الأراضي الزراعية. فاللي بيملكوا أكبر مساحات من الأراضي الزراعية هن بيكونوا على رأس طبقات هذا المجتمع وبيسمون إقطاعيون، وبيجي بعدين رجال الدين وبعدين الفلاحين أو العبيد اللي بيشتغلوا بالأراضي الزراعية. طبعا بدل هذا النظام العبد ما في يصير ينتمي إلى طبقة الإقطاعيون أو رجال الدين، والعكس صحيح. مشان هيك هذا النظام ما في حراك اجتماعي. أما النظام الرابع ما قبل الأخير فهو نظام الرتب. نظام الرتب يعني نظام الشرف، يعني هيدا بيكون في عنده مرتبة اجتماعية معينة بالمجتمع، مثل ما موجود قديما بالمجتمعات مثل بريطانيا ومثل فرنسا ومثل إسبانيا. يعني عندهم هن كانوا أو بعد بريطانيا وإسبانيا مملكة، في حتى السويد على فكرة، يعني في ملك، في أمير، في كونت، في سير. هيدول ألقاب بيعتبروها تتناول مرتبة الشرف. فإذا هون المعيار هو الشرف. طبيعي هون المجتمع بيتقسم لثلاث طبقات: الملك وأعوانه، النبلاء، وعامة الشعب. وعلى فكرة ممنوع النبلاء يشتغلوا مثل ما بيقولوا أعمال رخيصة مثل التجارة بوقتها. فإذا ما في حراك اجتماعي، يعني إذا فرد من عامة الشعب ما بيقدر يصير لا من طبقة النبلاء ولا من طبقة الملوك. آخر نظام طبقي هو نظامنا الحالي اللي اسمه النظام الطبقي الحديث. طبعاً النظام الطبقي الحديث المعيار هو أدي الإنسان بيملك ثروة، بيملك رأس مال، شو دور هالإنسان بعملية الإنتاج بالمجتمع، هل هو كفؤ، هل هو منتج أو غير ذلك، بالإضافة إلى مركزه الاجتماعي والثقافي
السياسي. فإذا هون فينا نقول ما إلى علاقة الانتماءات العائلية الأولى أو الوراثي، وفي حراك اجتماعي، يعني في فرد من طبقة فقيرة يصير من طبقة وسطى أو غنية والعكس صحيح، وكمان في فرد مثلا من طبقة الصناعيين يصير من طبقة السياسيين. فإذا هون فينا نقول أنه في حراك اجتماعي. شكرا لكم.